صباحكم سعيد مجددا ومستكملين فقراتنا بحلقتنا لليوم بهذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد العمال. صباحاتكم طيبة وسمر، يعني ضيفة عزيزة غالية علينا الآن معالي رابحة الدباس كأول حاكم إداري وأول وزيرة للشؤون البلدية على وجه التحديد. صباح الخير واهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بالف خير. صباح. انا بقول دائما بجوز لما نقول كل عام والعمال والعاملات بالف خير. طبعا كل من خدم الوطن يعني رجالا ونساء نهايه عملوا لاجل هذا الوطن. معاليك انت كنت في مواقع مهمه وكنت على تماس دائم مع شؤون العمال وخصوصا شؤون المراه العامله. انا بحب اسال قديه بتحسي انه احنا قطعنا شوط في مجال الحفاظ على حقوق النساء اللواتي عملنا في كل مجال، برايك بعد هذه الخبره الطويله والعمل في هذا المجال؟ اول شيء اقول شكرا للتلفزيون الاردني وبدي اهني قائد الوطن والشعب الاردني والعمال في عيد العمال والعاملات. طبعا طبعا لانه احنا عم درجه العاده انه بنذكر كل شيء صحيح. فيمكن هاي لازم نشتغل عليها، هاي لسه معنا كمان يعني نصير نقول عاملات وعمال صحيح. وشباب وشابات حتى نوثق الكلام. يعني بالنسبة إنه خطوات اللي قطعناها بالمرأة، المرأة قطعت خطوات كبيرة، القوانين والأنظمة والتشريعات في العديد منها عدلت حتى تتوائم مع الوضع المثالي الأردني، لأنه إحنا دائماً نعرف توجيهات قائد الوطن إنه بده المرأة توصل لأعلى المناصب وبده المرأة تكون مسهل إلها العمل وتكون موجودة في بيئة مناسبة وبيئة سليمة وصحية حتى تشتغل فيها. طبعاً هناك العديد من الجهات اللي بتعمل في مجال المرأة، كلهم يعني كل ناس بيعملوا على شيء معين. طبعاً تعرفوا أنه تعدلت بعض القوانين مؤخراً وكانت هذه جيدة جداً للمرأة وبتنصف المرأة في العديد من الأمور. أما بالنسبة أنه العمل اللي الواحد بيقوم فيه وبيكون على تماس، بس بدي أضبط معلومة واحدة، أنا مش أول وزيرة بلديات، أنا أول محافظ ولست أول وزيرة بلديات. كان سبقتني سيدة الدكتورة أمل الفرحان كانت وزيرة للبلديات، ولكن أنا أول محافظ وبعتز أني أول محافظ، وللأسف لازلت أول وآخر محافظ. بالمناسبة إحنا بنقول إنه تفتحوا المجال لأخريات، يعني إنه أول وآخر هذا شيء مش مش لا مش لا لا مش, لا مش خبر جيد. بالمناسبة يكون في دائما عندما صدر القرار بتعيين معالي رابحة الدباس كأول محافظ كان هناك، أذكر يعني تسعفني الذاكرة بتلك الفترة وبذلك الوقت كان هناك ردود طيبة حقيقة، لأنه نتحدث عن عمل الحاكم الإداري، عمل منضبط، نتحدث عن أيضا تعليمات وأنظمة، نتحدث عن منظومة أمنية، ما بدي أقول أمنية، منظومة انضباطية. هاي كانت الصورة، هاي كانت الصورة السائدة أول، إنه الحاكم الإداري أمني، ولكن الحاكم الإداري هلأ تنموي أكثر من إنه أمني. الأمن لابد إنه يكون موجود، ولكن إذا ما حافظت على التنمية فبقدرش تحافظ على الأمن. فبالفعل لما تم تعييني كأول امرأة محافظ في الشرق الأوسط، وهذا يمكن أنا بعتز فيه جدا وبعتز إنه كنت أول امرأة في هذا المنصب، لأنه منصب المحافظ الكل كانوا يراهنوا إنه لا يمكن إنه امرأة تتسلم منصب الحاكم الإداري. نعم، على كل حال إحنا مع بنقول إنه يعني المناصب القيادية للأسف يعني هناك فجوة ما بين الرجال والنساء. تحكراً على الرجال. طبعاً. أنا أنحاز للمرأة. يعني كل شخص كفؤ يستحق أن يكون في موقع قيادي. بس إذا بدنا نحكي عن المرأة وسوق العمل تحديداً معاليك، يعني عم نحكي عن فجوة حقيقية، ودائماً بحكوها هذا الشيء كتير مؤسف إنه في فجوة حقيقية ما بين التعليم وما بين التحاق المرأة بسوق العمل. مؤخراً مثلاً تم استحداث قانون اسمه قانون العمل المرن. لأي مدى بتحسي إنه يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهود حتى إنه يكون المشهد أكثر إشراقا يعني؟ شوفي خلينا نكون منصفين، احنا بالنسبة للتعليم نسب التعليم للمرأة أعلى منها للرجل، يعني في الجامعات وفي المدارس المرأة نسبتها أعلى، ولكن في سوق العمل نسبتها أقل. لماذا؟ هل إحنا بدنا نقول إنه هل القوانين والأنظمة والتشريعات هي العائق؟ لا، أنا في نظري بدي أكون هلأ منصفة وبدي أكون واقعية. أنا بلوم المرأة نفسها، لأنه كثير من السيدات بدرسوا جامعات بخلصوا البكالوريوس أو الماستر أو الدكتوراه وبعدين بقعدوا في البيت. طبعا البيت له واجباته، الأسرة لها واجباتها، لابد أن الواحد يقوم في دوره إذا كانت متزوجة وعندها أولاد، ولكن المرأة بشوية
ترتيب وتدبير تستطيع القيام بكافة الأعمال مع بعضها البعض. تقدر توفق ما بين كونها زوجة وأم وعاملة. طبعا احنا هلا بنحكي عن العمل المرن، العمل المرن جيد، يمكن المرأة، يمكن المرأة انها تستطيع انها تقوم بأعمال أكثر، وبيسهل لها بالفعل انها تطلع في الاوقات اللي بيكون اولادها موجودين في المدارس او في الحضانات. نعم. وبنفس الوقت بيعطيها فرصه انها تشتغل. ولكن هي كمان يعني احنا بنلاحظ كثير من الاحيان، ويمكن هلا الستات يثوروا علي لما بحكيها، احنا بنطالب بحقوقنا ولا نقوم بواجباتنا. صح. انا كثير يعني تعرفي بدنا تغيير ذهني اجتماعي ليست للرجل بالضروره دائما، ولكن للمراه كثير بتشوفوا انه مثلا سيده بتقول لك انه انا شو جابرني اشتغل، خلي جوزي يشتغل، مزبوط، خلي ابوي يصرف علي. صح. خلي، فهي نفسها ما عندها ايمان حقيقي بدورها. ما هاي النظره لازم تتغير، والست لازم تؤمن بنفسها ويكون في عندها الثقه العاليه انها بتقدر تشتغل في كل المناصب، في كل المجالات بتقدر تشتغل وتبدع. لانه اذا بتطلعي انت على نسب السيدات اللي في المواقع القياديه بتحسي انهم عندهم ابداع، عندهم قدره على القيام بعملهم، ومرات بتفوق قدره الرجل. متاسفه. لا بالعكس. هذا بقودنا لشيء على غايه الاهميه. يعني ايضا ارتباط المراه وسوق العمل مؤخرا، وكانوا يعني ضيفات كريمات بيوم جديد وببرنامجنا حقيقه بهذه الفتره الصباحيه، ممارسه المراه لمهن شاقه او عمل المراه لمهن شاقة كالسباكة على سبيل المثال. يعني سلطنا الضوء وعطينا زوم كثير مهم في بعض المهن كانت حصرا للرجل لأنه نوعا ما يعني شاقة. وشفنا نشميات ما شاء الله تبارك الله بمناطقهم، ليس فقط بالعاصمة، بالأطراف، بالمحافظات. قلت لك المرأة عندها القدرة على القيام بأي شيء، وإذا هي اختارت أنها تكون في العمل الشاق ما هي اختيارها. وهلا الحياه شاقه وصعبه، لابد من تكاتف المراه والرجل انهم يوصلوا مع بعضهم. احنا بنقول دائما الى متى يظل هذا النسق معطل؟ يعني اذا بنحكي عن نهضه وتقدم بدنا هذا. لا بس في مسؤوليه كبيره على المراه كما اشارت معالي. وبنفس الوقت في مسؤوليه على بعض الكتاب الصحفيين وعلى الاعلام اللي بيقولوا لك انه بيعزوا سبب البطالة في المجتمع لعمل المرأة وخروج المرأة للعمل، وهذا برأيي غير منصف قطعيا. لأنه إذا بدنا إحنا ننظر للعمل، في فرص عمل للي بده يشتغل. صح. لأنه إحنا مرات كثير هلأ بنحكي عن عيد العمال، وبأحيي كل عامل بيشتغل، لأنه العمل اليدوي والمهني شرف للإنسان وشرف للمواطن، وهو بيكون بيساعد في بناء المجتمع. احنا في عنا عزوف عن العمل، مواطنينا بفضلوا انهم يقعدوا عاطلين عن العمل ولا ينزلوا للميدان ويشتغلوا عمال. فاذا غيرنا هاي العقليه بدناش نضلنا نقول ثقافه العيب، ثقافه العيب، خلصنا من ثقافه العيب. ما في شيء اسمه عيب، العمل اليدوي شرف مش عيب. فاذا احنا بالمنظومه، وهلا الحمد لله قاعدين بغيروا في مناهج التربيه، بلكي بيسلطوا الضوء وبيسلطوا القدره على انه العمل المهني عمل جيد وشريف وعمل يفتخر به، ويجب كل واحد انه بدل ما يضل قاعد في البيت ولا يشتغل كل هذا مع بيئه عمل منصفه طبعا، واجور ايضا منصفه. يعني طبعًا. احنا بدناش نوديهم على اي شغل يعني بنغير يعني يصيروا مظلومين في اماكن عملهم. وانا ادرك تماما يعني خبرتك في هذا المجال وحديثك بهذا. هي كانت بالعمق حقيقة. صحيح. هي كانت مباشرة وزيرة للشؤون البلدية وعلى تماس مباشر مع الخدمات. وبعدين بالنسبة للمرأة، أنا أول عمل عملته في الأردن هون كان مديرة لشؤون المرأة. نعم. وفي هذيك الأيام كانت المرأة دائما تعاني إنه ما في عندها محل تحط أطفالها لما بتطلع على الشغل. فالحمد لله أيامها وزير العمل كان متفهم جدا، وأنشأنا حضانة في وزارة العمل لأبناء العاملات كانت تخدم أبناء وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتدريب المهني. وهلأ الحمد لله رجعوا فعلوا هالكلام هذا، وقالوا بالقانون أنه يجب أن تتوفر حضانات إذا توفر عدد معين من العاملات، وإن شاء الله كمان يكونوا العاملين، لأنه المرأة والرجل على قدم المساواة أنهم يشتغلوا مع بعضهم. لنتبنى شعار وزارة العمل، نسعى للتشغيل لا للتوظيف. بالزبط. حقيقة ببيئة آمنة، ببيئة جاذبة، ببيئة عمل أيضا بها رزق جيد كما تفضلتي، ولكلا الجنسين، ولكلا بعيدا عن الجندر. طبعا طبعا الحياة تشارك. أكيد. مهما قلنا ومهما حكينا الحياة تشارك، وإذا ما تشاركنا الحياة ما بتنجح. نعم. كتير. شكرا جزيلا لك معاليك على وجودك معنا هذا الصباح. كل عام وانت بألف خير، وانت بخير، وجميع النساء العاملات في هذا الوطن ايضا بألف خير، وشكرا لوجودك معنا. كل عام وانت بخير. انت بخير. هلا اهلين. هلا.